السلام عليكم. هناك مخزون من أقوات الناس وخيرات البلاد لم ينتهي بعد، وهناك أرواح تدفع في مقدمة الصفوف لخوض معركة تبدو اليوم غير متكافئة. لربما يمثل هذا القول إجابة عن سر إصرار الانقلابيين خوض المعركة حتى النهاية رغم كل الفرص المتاحة لهم للدخول في عملية سلام وتسليم البلاد. اليوم وصل المبعوث الأممي لصنعاء ويبدو أنه فقد هو ومن حوله كل أمل السلام إلا من إجراءات بروتوكولية يتوجب فعلها في ظل تقلص الأرض من تحت أقدام الميليشيا والهزائم التي يتلقونها على أكثر من جبهة. يقول مراقبون إن المزاج العام للعالم المحيط بمناطق الصراع العربية بات يؤمن اليوم أكثر من أي وقت مضى بحل مشاكل الشرق الأوسط عبر العمليات العسكرية، حيث لا موقف يسند خيار الإنسان بحل سلمي. يصل المبعوث الأممي لصنعاء ضاربا عرض الحائط بكل اشتراطات الميليشيا، وتصل معه مدفعية القوات المسلحة لمحيط مطار صنعاء ومدينة المخا، وتسيطر على كل المنافذ البرية. إنها المعركة التي اختارت الميليشيا بدايتها، وصعب عليها أن تختار إيقافها. مشاهدين الكرام، نضعكم في آخر مستجدات المسافة الفاصلة بين التحركات السياسية والعمل العسكري، ونطالع أبعاد ودلالات تحركاتها في هذه الحلقة. سيكون معي في الاستوديو للنقاش المحلل السياسي الأستاذ نبيل البكيري. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذا مشاهدينا نبدأ الحلقة، لكن بعد أن نتابع هذا التقرير. يرتفع صوت الميدان فتندفع خطوات الوسطاء الدوليين الهادفة لحل سلمي في اليمن، فهنا الفعل وهناك صداه. ليس ما يبدو مناورة أو وسائل ضغط يقول قادة عسكريون، وإنما عملية عسكرية واسعة هدفها إنجاز ما لم تستطع الدبلوماسية إنجازه، الحسم أو إجبار الإنقلابيين على القبول بتنفيذ الإجراءات الأمنية المتفق عليها قبل الدخول في مشاورات تفضي إلى تسوية سياسية. هل ستفرض الحرب خيارها إلى الأخير هذه المرة؟ وما هي قدرة الحكومة على مواجهة أي وسائل ضغط دولية ومواصلة الطريق نحو إنجاز معركتها الفاصلة مع تحالف الإنقلاب؟ الشاهد أن مسار المعركة بمختلف أشكالها السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية تضع الحكومة في موضع القادر على الحسم إن لم تقف الدبلوماسية حجر عثرة في طريقها. أمام كرة النار المتدحرجة هذه لا تزال آمال المبعوث الأممي مرشحة للتصاعد، رغم تضاؤل جهوده سيما عقب اجتماعات بلا نتائج عقدها مع الجانب الحكومي في عدن، وتأخر وصوله إلى صنعاء بسبب اشتراطات الحوثيين رفع الحصار عن المطار أمام الطيران المدني، ثم عودته إليها من جديد وبحقيبته القديمة الجديدة. ما الذي سيخرج به المبعوث الأممي من صنعاء هذه المرة وهو الذي أنهك قواه في زياراتها المتعددة؟ لكنه لم يخرج بأي نتائج تذكر. كالعادة تتصلب مواقف الإنقلابيين وتبدي عدم اكتراث بما يدعو إليه الوسطاء الدوليون وما يحتاجه اليمنيون في هذا الظرف العصيب. يبحثون عن سلم لتجاوز المرجعيات الدولية والوطنية ويدفعون البلد إلى الهاوية. في جولاته المكوكية يتجول ولد الشيخ بمفرده بعد أن عصفت رياح الديمقراطية الأمريكية بسنده جون كيري وأخرجته من البيت الأبيض بعد أن كاد الإنقلابيون أن يحصلوا على ما يريدون عبر مبادرته، لولا الرفض الواضح الذي أظهره الرئيس هادي وحكومته لهذه المبادرة، وهو ما دفع كيري قبل مغادرته بأيام قليلة لمعاتبة الرئيس هادي لأنه لم يقبل بخطته. لكن وبعد مغادرة كيري البيت الأبيض ضمن الإدارة الأمريكية السابقة ومجيء إدارة جديدة برئاسة ترامب الذي أكد أن اليمن ستكون إحدى أولوياته، يبرز السؤال عما إذا كان ترامب سيعتمد رؤية الوزير كيري أم سيقدم مقاربة مختلفة. الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة على هذه التساؤلات. بوتيرة بطيئة تمضي عجلة الحرب قدما محققة أهدافها على الأرض وتؤكد حقيقة أن الحسم ربما يكون الخيار المتاح بعد أن أظهر الإنقلابيون موقفا متصلبا من الالتزام بالمرجعيات. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي هنا الأستاذ نبيل البكيري وبمن سينضم لنا عبر الهاتف. لنبدأ مع أستاذ نبيل من الحدث السياسي الأبرز، ربما تنصيب أو استلام ترامب لمنصبه بشكل رسمي كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية. هذا التغير في الإدارة هو صحيح لم يسمي بعد ممثله، يعني لم يحدد ويستلم وزير الخارجية منصبه بعد، لكن هل ستتغير معاملة الإدارة الأمريكية للملف اليمني عما كان يحدث في عهد أوباما وجون كيري؟
لا شك بطبيعة الحال أنه سيكون هناك تغير كبير، لأنه نحن أمام مرحلة انتقال من العهد الديمقراطي إلى العهد الجمهوري، وهناك استراتيجيات واضحة تختلف في إطار، وإن لم تختلف استراتيجية الكبرى عفوا، لكن ستختلف الكثير من الأدوات والآليات التي تتعاطى معها الإدارة الأمريكية تجاه أزمات الشرق الأوسط عموما. وبالتالي أنا باعتقادي فيما يتعلق بكيري وما وخطته، أنا أعتقد أنه أصبحت من في عهدة الماضي، وتعتبر ملف جديد بالنسبة للإدارة الأمريكية. النظر إلى الحال في اليمن سيكون وفق خارطة جديدة ورؤية جديدة تختلف إلى حد كبير، وخاصة مرجع هذا الاختلاف يرتكز بدرجة رئيسية على الموقف الجمهوري من الاتفاق النووي الإيراني. على ضوء هذا سيتحدد الكثير من الرؤى أو التوجهات بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه اليمن وغيرها من أزمات الشرق الأوسط. طيب، جون كيري في مقال له على نيويورك تايمز ترجمته الشرق الأوسط تحدث على أنه الإدارة الأمريكية كانت في عهد أوباما ذات دبلوماسية حازمة، هكذا وصفه. الآن هل ستكون بذات الدبلوماسية الحازمة، يعني باستثناء يعني بغض النظر عن ما كانت كذلك أو لا، كيف هي المحددات التي تراها ستكون بالنسبة لأمريكا تجاه الملف في داخل اليمن في الموضوع؟ صحيح، الديمقراطيون كانوا أكثر دبلوماسية، أو بمعنى آخر كانت استراتيجيهم أو أهدافهم تنفذ بالطرق الدبلوماسية، على عكس ما هو معه تاريخيا من الجمهوريين أن سياساتهم دائما تصعد أو يتم تنفيذها من خلال الغزوات والعمليات العسكرية، كما شاهدنا في أفغانستان وشاهدنا في العراق وشاهدنا في سوريا أيضا. وبالتالي الآن ما يحدث الآن بالنسبة لهذه الاستراتيجيتين، يعني أنا باعتقادي أنه سيكون من المبكر جدا الحكم على هذه الاستراتيجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط ما لم نتح فرصة المئة يوم الأولى من عهد الرئيس الجديد. في ضوء هذه الفترة المئة يوم وثلاثة أشهر سيستطيع أن نتبين الكثير من الملامح العريضة لهذه الاستراتيجية، وخاصة أنه سيتوقف عليها كما قلت لك أنا يعني الرؤية الأمريكية المسألة للملف اليمني تحديدا هو نابع من شيئين اثنين: علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة العربية السعودية، ومسألة الحزام أو مسألة الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني. هاتين المحددتين أو هاتين القضيتين والملفين سيحددان طبيعة الرؤية الأمريكية للملف في اليمن. طيب، نحن تحدثنا عن هذا الجانب، هو الآن التطورات الأكثر هي عسكرية، تحدثنا عن هذا الجانب فقط لأنه أمريكا الآن يعني جاء لها رئيس جديد، وهذا الرئيس يبدو أنه سيأخذ خيارات حازمة. هناك من يتحدث عن ضرورة أخذ خيارات حازمة في اليمن عبر الخيار العسكري، وهذا ما يبدو أنه حاصلا أو أن توجه الحكومة إليه، هل تتفق مع ذلك؟ العمليات العسكرية اليوم على الأرض، أو بمعنى آخر إنه تغير العجلات المعادلة العسكرية على الأرض لصالح الشرعية، أنا باعتقادي أنه هو الدافع الوحيد اليوم لمزيد من الحسم في والحزم في مزيد أو في الفترة أو المرحلة القادمة بالنسبة للقوات الشرعية على امتداد الأسبوع الماضي أو الأسابيع الماضية، وقد نشهد أيضا تحركات على امتداد الأسابيع القادمة. لكن مدى ما سنحصده في هذه في هذا وما ستحصده الشرعية في هذا التحرك، هذا يتوقف على ما سيتحقق على الأرض. معناته إنه مثلا المعركة اليوم التي تدور على الساحل، نحن لا نستطيع أن نحزم ونجزم أنها ستكون معركة نهائية ما لم نرى ونشاهد خلال الأسابيع القليلة القادمة، إلا بيكون الأشهر القادمة، مسألة تحرير باب الساحل من باب المندب حتى ميدي. غير هذا أنا باعتقادي ستظل الأمر أو سيتراوح الملف من مسألة الملف العسكري إلى ملف سياسي، وهذا حتى الآن لا يمكن الحكم به والجزم به ما دام أنه ليس هناك أي يعني قراءة واضحة أو بمعنى تعليق واضح للإدارة الأمريكية حول الملف في اليمن. طيب، يعني هناك من تحدث عن وجود إشكالات معينة في بخصوص المعارك، يعني كان المطلوب دائما من قبل النقاد والمتابعين للمشهد اليمني أن هناك حاجة إلى دخول أو مشاركة قوات التحالف بشكل أكبر في العمليات العسكرية كما حدث عندما تحررت عدن مثلا. هذا الأمر يبدو أنه الآن يتحقق في المخا بشكل أو بآخر، هل باتت دول التحالف أكثر اطمئنانا وأكثر إرادة للحسم العسكري في هذه الأيام؟ أنا باعتقاد أصبح من البديهيات الموضوع الحديث عن الحسم في اليمن، لأنه ليس هناك خيار للأمن الاستراتيجي
والوطني لدول التحالف العربي أو لدول الخليج العربي تحديدا ما لم يكن هناك حسم عسكري في اليمن وإسقاط الانقلاب وعودة الشرعية. أنا باعتقادي إذا وقفنا في منتصف الطريق في هذه المعركة فما علينا سوى انتظار حجر النرد يتدحرج على خارطة العواصم الخليجية كلها ابتداء من الرياض فأبوظبي فالدوحة فالكويت. نحن أمام استراتيجية واضحة للإيرانيين أسقطوا بموجبها بغداد ودمشق وبيدروت وصنعاء وهم في طريقهم إلى هذه كل هذا هو الحزام أو هذا السياق هو فقط المراد به ليس هذه المناطق لأن هذه المناطق الآن في حكم صراع تاريخي ممتد يعني بين إيران وخاصة العراق لكن الهدف الرئيسي هو السيطرة على منابع النفط والسيطرة على المناطق المقدسة مثلا مكة والمدينة من قبل المشروع الإيراني وبالتالي ليس هناك خيارات الانتظار مزيد من الانتظار أو مزيد من الوقت يعني مزيد من إعطاء الفرص للمشروع الإيراني بتمدد في اليمن والسيطرة والاستحكام بهذه المنطقة وبالتالي ما هي الخيارات المتاحة غير ذلك غير الخيار العسكري الخيار العسكري أيضا هو خيار الضرورة والفرصة الأخيرة للأمن القومي في هذه المنطقة اليمن هي حجر زاوية في هذا المشروع أو في مشروع مواجهة إيران إذا استطعنا كسر المشروع الإيراني في اليمن ودحر الانقلاب واستعادة الشرعية ودمج اليمن ضمن المنظومة الخليجية هنا سنكون على مقربة من نقل المعركة من جيوبنا ومن منطقتنا الاستراتيجية ومن عمقنا الاستراتيجي إلى الأطراف إلى منطقة العراق والدخول أيضا إلى العمق الجغرافي لإيران من خلال قضية الأحواز وغيرها من القضايا التي يجب الاشتغال بعد ذلك عليها أما اليوم نحن لازلنا في مرحلة الدفاع وليس في مرحلة الهجوم ومن يكون دائما في مرحلة الدفاع تكون دائما حظوظه ضعيفة ومعدومة في المسارات العسكرية والسياسية معا طيب دعنا نشترك معنا في الحوار مستشار وزير الإعلام من الرياض الأستاذ مختار الرحبي مساء الخير سيد مختار أهلا وسهلا مساء النور عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى مشاهدي الكرام جميعا أهلا بكم أستاذ مختار ولد الشيخ كان في عدن قبل فترة الآن وصل إلى صنعاء وسط هذا السعي بين هذه المدينتين بين العاصمة المؤقتة والعاصمة القابعة تحت سيطرة الانقلابيين ما هي فرص يعني عودة المسار السياسي إلى الواجهة بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة وعودة مفاوضات ربما بالنسبة للعودة للمسار السياسي هو طبعا يعني حتى هذه اللحظة لا أعتقد أن هناك نية مجرد نية من قبل الطرف الآخر الطرف الانقلابيين للعودة للمسار السياسي والسلمي يرفضون كل المساعي التي يبذلها اسماعيل ولد الشيخ أحمد أو التي تبذلها الحكومة الشرعية يعني هم في هذه الفترة يرفضون كل المساعي التي يبذلها اسماعيل الشيخ أحمد والمتحدة وكذلك المجتمع الدولي قبل فترة يصرح علي عبد الله صالح بكل جرأة وبكل وقاحة أمام العالم أنه لم تعد المبادرة الخليجية أساس من الأسس الحوار ولا القرار الدولي ولا كذلك حتى مخرجات الحوار الوطني وهذا يعتبر نسب لكل المرجعيات المتفق عليها في الأمم المتحدة في المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي فعن أي حوار نتحدث طالما أن شريك الإنقلابيين يتحدث أنه لن يعترف بأي حوار يقوم على هذه الأسس أيضا الإنقلابيين أو الحوثيين ما زالوا حتى هذه اللحظة يطلقوا الصواريخ البالستية على مأرب وعلى بعض المناطق في دول في المملكة العربية السعودية بالتالي حتى هذه اللحظة لا أعتقد أن هناك مجرد نية للعودة للحوار السياسي مع أن التحرك الدبلوماسي والسياسي الذي يبذله إسماعيل ولد الشيخ أحمد تحرك كبير يعني قام بسلسلة من اللقاءات في العاصمة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية وكذلك في قطر وفي مسقط وقام بسلسلة من اللقاءات ولكن لا يوجد هناك جديد إسماعيل الشيخ أحمد حين قابل رئيس الجمهورية ما زال يدافع عن خارطته التي قدمها والتي رفضها رئيس الجمهورية لم يقم بتعديل الخارطة ولم يتم استيعاب الملاحظات التي تقدم بها رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية بالتالي أنا أعتقد أن موقف الحكومة حتى هذه اللحظة هو موقف واضح متشدد من الخارطة السابقة يدعو إلى أن تكون أي خارطة أو مبادرة يتم تقديمها من قبل جهات أو من قبل أمم متحدة لابد أن تكون يتم استيعاب الملاحظات التي هي لم تخرج عن إطار القرارات الدولية والمرجعيات المتفق عليها طيب يعني ميليشيات الحوثي أو الجهة الإنقلابية بشكل عام
قامت في البداية بنوع من الاشتراطات على إسماعيل ولد الشيخ لزيارته لصنعاء، ثم ولد الشيخ زار صنعاء بدون ربما تحقق هذه الاشتراطات. السؤال هنا على ماذا من وجهة نظر الشرعية بطبيعة الحال، على ماذا يعتمد الحوثيون والمخلوع صالح في هذه الرؤية التي تطرح شروطاً في نهاية المطاف بعد أن خسروا مساحة جغرافية كبيرة على الأرض، وهناك معارك في المخا وهناك معارك حتى في صعدة؟ نعم، هو طبعاً كلما ازدادت الضغوطات على الإنقلابيين من قبل الحكومة الشرعية وكلما ازدادت الضغوطات عليهم وازدادت المعارك وكلما خسروا منطقة الأخرى يقدموا تنازلات. يعني في 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 بداية في جنيف واحد لو نتذكر كانوا يرفضون مجرد اللقاء بالحكومة، كانوا يرفضون مجرد الحديث عن مشاورات، لكن بعد أن تم تحرير المناطق الجنوبية، بعد أن تم تحرير مارب، بعد أن تم تحرير الجوف، خضعوا للشروط و جاءوا إلى الكويت، مع أن الكويت إحدى دول التحالف العربي، وهم كانوا يقولون أنهم لن يأتوا إلى دولة من دول ما يسمونه بالعدوان، ولكنهم أتوا. الآن كلما تغير الواقع العسكري تغير الواقع السياسي. الآن لو تم تحرير الساحل المخا والمناطق القريبة من محافظة تعز، ولو تم الوصول إلى الحديدة وتم خلقهم في إطار منطقة أو ما يسمى أو ما يعرف بإقليم آزال، أعتقد أنهم سيقدمون التنازلات تلو التنازلات. يعني هم اشترطوا أن يتم افتتاح مطار صنعاء أمام الرحلات، وقدموا اشتراطات أخرى للعودة للمسار السياسي، ولكن لم يتحقق ولن يتحقق أعتقد في الفترة القادمة. سيزداد الضغط عليهم بالمعارك في صعدة، في الجوف، في صرواح، في نهم، كذلك في المخا والمناطق الساحلية. بالتالي هم مجبرون على تقديم التنازلات للعودة للمسار السياسي، مع أن المجتمع الدولي والحوثيين وكذلك حتى الحقوق الشرعية تنتظر الإدارة الأمريكية الجديدة لننتظر كيف سيكون وجهة نظرها نحو الشرق الأوسط، وكيف سيكون تكون وجهة نظرها وما الذي ستقدمه نحو القضايا في سوريا، في اليمن، في كثير من القضايا. هذا أيضا له ارتباط في الواقع السياسي. طيب، يعني في هذه النقطة تحديدا لابد أن يعني الحكومة الشرعية قامت بعمل نوع من الفهم أو الدراسة للخيارات القادمة بالنسبة لها إزاء الحكومة الأمريكية الجديدة أو إزاء وجود حكومة أمريكية جديدة وربما نهج أمريكي جديد في التعامل مع الشرق الأوسط، وإن كانت الاستراتيجية هي نفس الاستراتيجية. هل يعني حدثنا أكثر عن كيف ترى الحكومة الإدارة الأمريكية الجديدة، خصوصا بعد مغادرة كيري التي يعني كانت تنتقده بشكل أو بآخر؟ أولا يجب علينا أن نعرف أن الإدارة الأمريكية السابقة سلمت الشرق الأوسط لإيران وكانت متعاونة مع الإيرانيين، حتى مبادرة كيري كانت مبادرة يعني تصب في مصلحة الإنقلابيين، وهي التي أدت إلى رفضها. بالتالي الإدارة الأمريكية الجديدة لم يتم حتى هذه اللحظة أو لم يتم الإعلان عن رؤيتها للقضايا خصوصا في الشرق الأوسط. هناك ملامح فقط أن هذا العهد ترامب سيكون عهد مختلف عن عهد أوباما بالنسبة للقضية الإيرانية. بالتالي لو تم تغيير تعامل الإدارة الأمريكية مع إيران، أعتقد سيتم تغيير التعامل مع كافة القضايا في سوريا، في اليمن، وهذا ما تنتظره الحكومة اليمنية لتبدأ بالتواصل مع الجانب الأمريكي ومعرفة كيف سيتم التعامل مع القضية اليمنية. مع أنني أعتقد أنه طالما أن لدينا قرارات دولية وطالما أن لدينا مرجعيات واضحة، أعتقد أنه لن يتغير الموقف الأمريكي لدرجة كبيرة. لن يتغير من أي ناحية؟ يعني ستستمر الإدارة الأمريكية من وجهة نظرك بدعم ما كان يطرحه كيري؟ لا 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 لا، لن يتم دعم رؤية كيري، لكن سيتم دعم الحكومة الشرعية، سيتم دعم المسار السياسي وفقا للمرجعيات وفقا للقرار الدولي. لن يكون هناك مواقف متشددة من الحكومة، لن يكون هناك تقارب أو تعاون أو نسميه نوع من المرونة في التعامل مع الطرف الآخر في مع الإنقلابيين. وهذا هو الأهم بالنسبة للحكومة الشرعية، أن يظل المجتمع الدولي متماسك، أن تظل القضية اليمنية أيضا غير خاضعة للابتزاز وغير خاضعة أيضا للمقايضة بين ملفات من مثل سوريا واليمن وغيرها من الملفات. فبالتالي لو ظل المجتمع الدولي متماسك نحو القضية اليمنية، أعتقد سيكون انتصار كبير للشرعية اليمنية. أضف إلى ذلك أن الشرعية اليمنية
في الفترة الأخيرة تقدم نموذج جيد، أصبحت متواجدة في الميدان، تصرف رواتب الآن للمناطق المحررة، وهي الآن بصدد صرف رواتب للمناطق غير المحررة. بالتالي الواقع السياسي للحكومة اليمنية داخل اليمن أصبح مستقر نوعا ما داخل البلد. الحكومة بأكملها، نائب الرئيس، النواب، رئيس الوزراء، كلهم متواجدين في اليمن. بالتالي الواقع السياسي الآن للحكومة اليمنية أصبح أكثر استقرارا، وأصبح عطاء الحكومة اليمنية واضح للجميع، للمناطق المحررة وغير المحررة أيضا. إذن أشكرك مستشار وزير الإعلام الأستاذ مختار الرحبي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بالعودة إليك أستاذ نبيل، هل تتفق مع ما طرحه الأستاذ مختار في نهاية مداخلته من أن الآن حتى لو كانت السياسة الأمريكية تشابه أو الأداة التعامل مع بالنسبة للأمريكان مع الملف اليمني تشابه ما حدث في عهد أوباما، وحتى إذا استمر المبعوث الأممي في نهجه الآن، لكن هناك تغير على الأرض، الحكومة باتت أكثر يعني وإن كانت بطيئة لكن أكثر تحكما بمقاليد الأمور على الأرض، هناك نوع من التقدم العسكري أحيانا يمكن يوصف أنه نوعي من قبل العسكريين، هل ستستطيع الحكومة فرض المزيد من الأجندة، المزيد من الشروط على المفاوضين الأمميين، على الطرف الآخر طرف الانقلابيين في أي يعني تعامل سياسي قادم؟ أنا باعتقادي الحكومة اليمنية أو أي حكومة في العالم تستمد قوتها من سيادتها على الأرض ومن وجودها بين الناس بخدماتها، بأمنها، بوجود الدولة المتعارف عليه، الأمن والاستقرار والتعليم والصحة، بغض النظر عن الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد الآن، ظروف حرب والخروج من مرحلة حرب والدخول أو معايشة حرب أيضا، لا زالت الحرب قائمة. لكن بالأخير هناك ملمحان رئيسية لمسألة يعني أن تجبر المجتمع الدولي أن يأتي إليك، لا تذهب أنت للبحث عن المجتمع الدولي أو أي طرف آخر، وهو بقائك على هذه الأرض والبدء بسلسلة إصلاحات سريعة فيما يتعلق ب الأشياء الملحة والضرورية اللي تأتي في مقدمتها الأمن. الاستقرار الأمني هو مقدمة ل يعني بدء الخدمات كالكهرباء، إصلاح الخدمات، المياه، الهاتف، الطرقات، الجسور. هذه من المهمات العاجلة التي يجب أن يلمسها المواطن أولا بعد الأمن، الأمن فالخدمات، فأيضا المسؤولية الأخلاقية تجاه كل رقعة جغرافية موجودة في اليمن. يعني الآن مثلا على سبيل المثال، الآن هناك أطراف أو الشرعية سلمت رواتب في بعض المناطق الجنوبية، بينما في بعض المناطق الأخرى لم تسلم رغم أنها أعلنت، وهي كانت ملتزمة بحسب وهي رئيس الوزراء، ملتزمة صحيح. وأعلنت أكثر من مرة أنها ستصرف رواتب لكل المناطق. يعني دعنا من إشكالية مثلا على سبيل المثال، دعنا من إشكالية مثلا البيانات الغير متوافرة، مثلا مسألة رواتب القطاع التربوي الصحي مثلا لا توجد بيانات، وخط البيانات لدى الإنقلابيين وفيها كثير من الخلط والدس والكثير من الإشكاليات. أنا أتحدث الآن عن المقاومة مثلا في المناطق في تعز، يعني قطاع الأمن والجيش في تعز لم يستلم راتب حتى الآن وهو موجود في الميدان، هذا يعني هؤلاء الناس موجودين في الميدان ويقاتلون. يعني فكيف أنت ستأتي وتتحدث على أنه ستجبر المجتمع الدولي أن يتعاطى معك؟ يعني مسألة الانفلات الأمني هو نتيجة أيضا من أهم الأخطار التي المجتمع الدولي، يعني هناك عيون تقسم وتكبر أي خطأ أمني في المناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية، بالنظر إلى أن العالم المجتمع الدولي ينظر لنا على أننا إشكالية أمنية، ليست إشكالية سياسية في العالم العربي. وبالتالي هذه العين التي تكبر كل الإشكاليات الأمنية بالضرورة هي تتعاطى مع الأطراف الموجودة، من هو الطرف الذي سيقدم لها خدمات فيما يتعلق بالمسألة الأمنية. فهذه نقطة مهمة وخطيرة. أنا باعتقادي أيضا أنه كما قلت لك وجود الدولة والأمن والاستقرار ورواتب الموظفين واستعادة المناطق الأخرى، هذه هي المقدمة الحقيقية التي ستجبر المجتمع الدولي ليأتي للحديث إليك والاستماع إليك. وربما النقطة الأخرى هي التقدم العسكري على الأرض وفرض النفوذ هناك. لن يأتي تقدم عسكري ما لم تكن هذه المقدمة موجودة، الأمن والاستقرار وإيجاد يعني الصورة الأولى والبسيطة للدولة في المناطق المحررة. طيب دعنا نسمع أكثر عن ما يحدث في الميدان. ينضم لنا الآن رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصروف. مساء الخير سيادة اللواء. يا وين أنت؟ سيادة اللواء أهلا بك. ألو. أهلا وسهلا. سيادة اللواء.
الهنم. يلا سيادة اللواء، إذا يبدو أن هناك إشكالية في التواصل مع لواء محسن خسروف. إذا أستاذ نبيل، كنا نتحدث عن أن هناك نوع من الحاجة كنت تتحدث على أن هناك حاجة لبسط الأمن وتوفره بشكل أكبر بداخل المناطق المحررة والخاضعة تحت سيطرة الشرعية، لكن هناك أيضا حديث على أن هناك نوع من التضخيم للجوانب السلبية لجبهة الشرعية بشكل عام، هل هذا حادث برأيك؟ لا أعتقد أنه في تضخيم، يعني هناك تقصير كبير، هذا التقصير لا يمكن أحد أن يتجاوزه، يعني لكن ممكن واحد يأخذها من زاوية أنه يعني في طبيعة أي بلاد أو أي مجتمع يخرج من حرب أن تحدث مثل هذه الأشياء، واستمرارها بهذا الشكل هنا يعني الموقف الذي يجب أن ينتقد، أو بمعنى الموقف الذي يجب أن يقال ويصحح أو يطلب من الشرعية تصحيحه. يعني مثلا عدن الآن، يعني مقارب مشارف على العام من تحرير هذه المنطقة، لازال هناك خلل أمني في هذه المنطقة، لازال مسألة يعني تضارب الصلاحيات بين الأجهزة والمكونات الأمنية فيما يتعلق بالحزام الأمني، فيما يتعلق بالقوات الأمن، فيما يتعلق بالحماية الرئاسية. نحن أمام تناقضات، هذه التناقضات لا نريدها أن تنفجر في لحظة ما، وبالتالي سيكون لا شيء تحقق، يعني مهما تحدثنا عن 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 النجاحات هنا أو هناك، بدون أن نضبط المعيار الولاء الوطني في مسألة المؤسسة العسكرية وإعادة ترتيب هذه المؤسسة وفقا للمسؤولية الأخلاقية وعقيدة عسكرية واحدة وموحدة لدى كل أفراد الأمن، بالتالي نحن نعمل على خلق قنابل موقوتة ستنفجر في أي لحظة. طيب دعنا نستكمل هذا النقاش، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير أستاذ نبيل، بعده مشاهدينا نكمل النقاش في هذه الحلقة، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أستاذ نبيل، يعني هناك هذه الفترة الأخيرة نوع من التركيز على منطقة المخا بعد تقدمات حصلت في باب المندب وبالقرب أيضا من معسكر العمري، كانت هناك سيطرة واسعة. هذا الأمر هل يدفع أكثر تجاه تعزيز ثقة الناس، يعني من هم مواطنون تحت سلطة الشرعية، أن يعني الحسم سيكون سواء كانت هناك حلول سياسية أو لم تكن؟ لا شك أنه أي تقدم عسكري، أي جبهة جديدة تفتح ويتم فيها تحقيق انتصار ويتم فيها ملء الفراغ الأمني بعد عملية التحرير، لا شك أنه هذا يعزز من شرعية وصلابة موقف الشرعية فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، أو حتى فيما يتعلق بالإشكاليات الداخلية، التعقيدات الداخلية الموجودة. الشرعية بالأخير أمام المواطن هي الأمن والاستقرار، وهي الراتب، وهي يعني وجود الدولة بهذه الصورة التي ألفها الناس، وبالتالي الآن الناس تنظر إلى وجود هذه السلطة الانقلابية في هذه المناطق على أنها سلطة احتلال بكل ما تحمل الكلمة معنى، وبالتالي هذا الفارق البسيط والجوهري بين وجود سلطة انقلابية ووجود سلطة شرعية هذا في حد ذاته مكسب كبير. يعني وأنا باعتقادي مسألة تحرير أو معارك الساحل الغربي هذه ستكون معارك مصيرية، بمعنى آخر أنه يعني اليوم أبواب صنعاء يدق على أبواب صنعاء، لكن أبواب صنعاء تستمد صمودها من وجود هذا القطاع الساحلي الكبير الذي يأتي عن طريقه الأسلحة والمؤن، ويأتي عن طريقه كل ما يعزز سلطة الانقلاب في صنعاء، وبالتالي يعني قفل أو سد هذا الباب اللي هو باب المنفذ الساحل الغربي سيؤدي حتما إلى تسليم صنعاء نفسها بدون قتال. يعني هل تعتبر أن هذه المناطق أو بعد أن أمنت جبهة الشرعية الكثير من المنافذ البرية ربما جميعها باتت تحت سيطرتها، هناك إشكالية في عملية الاستفادة من الموانئ البحرية من قبل الانقلابيين في تعزيز جبهاتهم، هل أفهم من كذلك؟ نعم بالضبط، هذا الذي يقصده تحديدا. يعني أنت معك ساحل يمتد من المندب إلى ميدي في حدود 900 كيلو، يعني مساحة كبيرة جدا، وبالتالي أنت لا تستطيع أن تراقب كل هذا الكم الهائل من الأرض والامتداد. أما حينما تسيطر على هذه المناطق وتقوم دوريات بشكل دائم في هذه المناطق، أنت ستقطع آخر المنافذ لتنفس الانقلاب في صنعاء. بالسيطرة على هذه المنافذ يعني توماتيك مسألة انقطاع الدعم على هذه الميليشيات الانقلابية وبقائها
في حدود المنطقة القبلية صنعاء وما حولها، ما لا يسمح لها في أن تعزز مكانتها وقوتها. وبالتالي أنا باعتقادي هذه هي الأهمية الاستراتيجية لمعركة الساحل، إنها تقطع الأنفاس أو تقطع الشرايين التي تغذي الانقلاب في صنعاء. طيب على ماذا يعني في تعاملهم مع الأمم المتحدة وكذلك مع من يقابلهم بشكل عام، على ماذا يعتمد طرف الانقلاب في نوع من الاشتراطات التي يقدمونها؟ هم يعتمدون بدرجة رئيسية على وجودهم على الأرض، هذه نقطة مهمة. بقاؤهم في صنعاء في حد ذاته نقطة قوة لهم، هذه حقيقة يجب أن نقولها. يعني عاصمة الدولة لازالت تحت سلطة الانقلاب، معناته أنهم هم الحاكمين. يعني المجتمع الدولي عندما ينظر اليمن ينظر لمن؟ لا صنعاء، على أن صنعاء هي العاصمة والعاصمة بيد الانقلاب، وبالتالي هذه واحدة من أوراق القوة الموجودة لدى الانقلابيين. الجانب الآخر، هناك أطراف دولية مساهمة في مسألة من أول لحظة لسقوط صنعاء إلى الآن، وهي تساهم في هذا الانقلاب وتدفع به في كل مراحل الضعف والانهيار إلى أن تقويه، إما عن طريق مواقف دولية أو عن طريق دعم لقرارات ومساندة لاشتراطات معينة. وبالتالي هذه، فضلا عن ذلك أيضا، الأطراف التي تبنت الانقلاب منذ اللحظة الأولى كإيران أيضا، وبالتالي هذه الأوراق التي بيد الانقلابيين كلها أيضا هي التي تدفعهم لبعض الاشتراطات التي توفرها أيضا كما قلت لك رخاوة أداء السلطة الشرعية في المناطق المحررة. طيب دعنا نشرك معنا في الحوار أستاذ نبيل الناشطة السياسية من نيويورك لطيفة علي. مساء الخير أستاذة لطيفة. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بكم أستاذة لطيفة. بحكم وجودك في الولايات المتحدة الأمريكية، الآن كيري وربما خطته التي زاد أو فاض الجدل عنها في وقت سابق خرج الآن من معادلة الأزمة اليمنية، الأجواء هناك في أمريكا كيف هي بالنسبة لما هو متوقع للملف اليمني وطريقة التعامل معه؟ نعم، هناك في الصحف الأمريكية اليوم كنت أتابع أنه تطالع الصحف بترامب تارجت أوباما ليجسي، بمعنى أنه استهداف ترامب بإرث السياسي لأوباما كاملا. هل سيكون هذا واقعا أم سيكون من شطحات ترامب الانتخابية؟ ما زال كأن ترامب حتى اللحظة يلعب دور المرشح الرئاسي في خطابه انطلاقا من شخصيته. وفي الصحف اليوم كنت أتابع أحد النواب الأمريكيين جون مكين الذي يعد من الجمهوريين المتشددين لروسيا وإيران، كان يتحدث عن استماعه لوزير الخارجية المرشح الذي لم يتم حتى الآن اعتماده من قبل الكونغرس ريكس تيلرسون. ريكس تيلرسون معروف المرشح، هو مرشح ترامب ومعروف علاقته في روسيا. في داخل أمريكا كما شاهد الجميع المعارضة التي تمت والخطاب المعارض لتوجه ترامب، ما مدى انعكاس شخصية ترامب الذي سمت الشخصية للرجل الهوسي على الملف اليمني والشأن اليمني؟ هذا تقريبا خلال المئة يوم القادمة سوف تتضح السياسة في إلى أي مدى تتجه. لكن في اعتقادي إن التأثير لن يكون مثل المرحلة الذهبية التي عاشها الحوثيين في ظل سياسة أوباما الاحتوائية. سياسة أوباما كانت معروفة على الاحتواء الأزمات في العالم، انكفائي على الداخل، على الرغم من هناك ليس تقاطع عندما تقريبا توجه نحو القومية كما نسمع القومية الوطنية سواء على مستوى العالم في فرنسا والعالم الأوروبي أو فيما يخص أمريكا. الملف الداخلي سيكون له الأولوية القصوى بالنسبة لترامب، لكن لن تكون المرحلة القادمة هي مرحلة ذهبية في إطلاق يد إيران وحلفائها الحوثيين أو ذراعها الحوثي في اليمن. طيب يعني هو المتوقع والواضح أن سياسة أوباما وجون كيري كوزير خارجية تجاه الملف اليمني تحديدا قد تتوقع بحسب ربما رؤية خارجية ورؤية يمنية أيضا كما يقول الكثيرون. الآن المبعوث الأممي على ما ينطلق في تحركاته الأخيرة في حال أنه يعني وجهة النظر للدولة كبرى مثل أمريكا لم تتضح بعد بخصوص الملف اليمني؟ الملف الإقليمي متداخل وشائك بالنسبة مثلا سواء على الملف السوري ورؤية ترامب للملف السوري، رؤية ترامب لإيران،
ترامب وسياسه ترامب لها ملامح بسيطه قدرنا ان نقراها خلال الفتره سواء كانت في المناظرات الرئاسيه او كانت من خلال حملها الانتخابيه. هو ليس داعم لاطلاق يد ايران كما كانت سياسه اوباما. وتوجهي طبعا سيكون توجه مطلق في اتجاه محاربه الارهاب، الارهاب كما يسمى هنا او كما هو تحت مظله الارهاب السني. بالتالي وبالنسبه نعود الى ولد الشيخ وانطلاقه وما ستكون انطلاقته، هناك فجوه واضحه وهائله بين الطرفين الذي الشرعي والانقلابي، في بين الطرفين في الطرف الشرعي يتمسك بمرجعية الثلاثه الذي هي محركه الحوار الوطني والمبادره الخليجيه وقرارات مجلس الامن، والانقلاب هو متعنت ويذهب واخذ اليمين الى حروب مفتوحه بعدم الرضوخ الى خيار السلام وتسليم الدوله. في ظل هذه الفجوه لا حل في الافق قريب، وتندرج رحلات المبعوث الأممي ولد الشيخ في إطار الدور الوظيفي الروتيني المنفذ للوظيفة العامة لهيئة الأمم المتحدة التي لم تفرض سلاما في العالم حتى الآن، وإن فرضت سلاما فهو عبر فرض إرادة الدول الكبرى الممثلة في الأمم المتحدة. لكن لا زال حتى الآن في شأن اليمن المجتمع الدولي حتى الآن يتعامل مع حكومة شرعية رافضة الانقلاب ورافضة الخطوات الأحادية التي يقوم بها الانقلاب. تواجد الآن التواجد المبعوث المتحدة في صنعاء في محاولة لانتزاع تنازلات الانقلابيين الحوثيين هي محاولة تكاد تكون يعني معدمة فرص النجاح، لأنه في ذهن جميع اليمنيين الذين هم في مواجهة مباشرة مع الموت القادم من هذه الجماعة الإيديولوجية أن مولد الشيخ أو رحلاتي محكومة بالفشل سابقا. الفارق الوحيد الذي قد يصنع السلام لليمنيين هو الأرض، لا شيء غير الأرض. مجرد أن نرى الانتصارات التي يقوم بتحققها القوات المسلحة في المخا، هذه هي الرسالة القوية التي تمكن ولد الشيخ والمجتمع الدولي ومن ورائه في صنع السلام الحقيقي اليمنيين. طيب، بالحديث عن رسالة قوية، الانقلابيين يتحدثوا عن خوض معركة حتى النهاية، ما هي النهاية التي يقصدونها بوجهة نظرك؟ بالرجوع إلى كون هذه الجماعة إيديولوجية ليست لها أي رؤية سياسية. هذه الجماعة تنطلق من نظرة إيديولوجية ومفتوحة الأبواب على مصراعيها في صراعها مع اليمنيين، بالتالي ليس لها رؤية سياسية. فالخيار أمامها مفتوح لأنها لا تخسر شيئا، هي في مواجهة مع اليمنيين وليست في مواجهة مع نظرة سياسية، بالتالي هم سيحاربون إلى آخر مدى فيهم. إذن كيف نجلب هؤلاء إلى الطاولة السياسية، إلى الحوار السياسي؟ ليس أمام اليمنيين ممثلة بالحكومة الشرعية عبر الأداء السياسي الدولي إلا أن تنطلق من خلال الانتصار على الأرض، ومن ثم مواجهة المجتمع الدولي الذي ما زال حتى الآن يبعث رسائل أنه يتفق أنه يتعامل مع حكومة شرعية، سواء بالخطوات التي قامت بها الحكومة الشرعية من نقل البنك المركزي مثلا، من تشكيل حكومة برئاسة بن داغر. كل هذه الخطوات مؤيدة من قبل المجتمع الدولي، وفي المقابل هناك رفض المجتمع الدولي للهجمة الإرهابية على الحكومة الشرعية. يعني تنطلق من أداء سياسي خارجي متزن، عمل دبلوماسي مواكب الانتصار على الأرض. يجب على الحكومة هذه أن تنطلق من هذه المنطلقات بمواجهة الانتصارات على الأرض. إذا أشكرك أستاذة لطيفة علي الناشطة السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. أعود إليك أستاذ نبيل، هل تتفق مع ما طرحته أن نوعا ما الانقلابيون باتوا لا يملكون أوراقا الآن، الحكومة على المستوى الخارجي تشتغل بنوع من البراغماتية الكبيرة، هل تتفق مع ذلك؟ أنا أتفق معها فيما يتعلق بالبراغماتية التي الموجودة لدى التحالف بالأساس وليس الحكومة اليمنية. الحكومة اليمنية كي نكون واضحين هي تابعة للتحالف العربي في كثير من الخطوات فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي والسياسي للتفاوض مع الانقلاب ومع المجتمع الدولي. وبالتالي هذه البرغماتية هي التي نراها مثلا في مسألة استمرار الحرب واستمرار المسار السياسي. هذه يعني تحسب للتحالف في تعاطيه مع ضغوطات المجتمع الدولي الشديدة. استوقفني نقطة مهمة فيما ذكرته العزيزة أستاذة لطيفة. لطيفة فيما يتعلق بمسألة الأرض. أنت صاحب الأرض، أنت صاحب القرار، أنت موجود على الأرض. العالم لا يتعامل مع قضايا الحروب كجمعية خيرية، العالم يتعامل مع الحروب من هو الأقوى على الأرض بغض النظر عن من يكون هذا الموجود على الأرض، حتى ولو كان متمرد، حتى ولو كان إرهابي. يعني بالأخير نحن أمام سلطة شرعية، هذه السلطة الشرعية هي التي تمتلك الحق المطلق فيما يتعلق بمسار العمليات على الأرض. المسار السياسي هو سيكون مسار ثانوي،
بطبيعة أي حرف الدنيا في الأخير سيجلس الجميع على طاولة المفاوضات، لكن فرق حينما تجلس وأنت دون قوة على الأرض وحينما تجلس وأنت قويا على الأرض. حينما تجلس وأنت قوي ومدام دفاعيتك تصل إلى وكر العدو، حينها ستقرر على الطاولة ما يقرره المدفع في الميدان. أما حينما تكون ضعيف ومحاصر بالتأكيد سيكون الخصم هو الذي يحكم مسار التفاوض لا أنت. لكن من وجهة نظر أخرى بالنسبة للإنقلابيين، إذا ما ضاقت عليهم الخيارات أكثر فأكثر ولم يجدوا مخرجا ما، قد يعني يتجهوا نحو خيار يفجر الوضع في المناطق التي يعني تقع تحت سيطرتهم. هل هناك تخوف من توجه مثل هذا بالنسبة للإنقلابيين؟ في عالم السياسة كل شيء وارد، لكن الإشكالية الآن إنه المسار البرغماتي لدى الإنقلابيين رغم عدمية المسار السياسي بالنسبة للإنقلابيين فيما يتعلق بالتصعيدات التي دون أفق سياسي، بمعنى أنه استنفاذ كل الأوراق، وبالأخير أنت على ماذا تراهن؟ أنت تراهن على مزيد من الجثث التي لم تعد الأرض تستوعبهم لدفنهم، أم ماذا يعني؟ آخر الأوراق هو استعراضهم بالنساء في ميادين كرة القدم. يعني نحن أمام يعني مرحلة انهيار إلى درجة يعني انهيار كل الخيارات العسكرية بالنسبة للإنقلابيين. الآن المراهنة الوحيدة أنا أتوقع وأتصور إنه هذه الجماعات أو مثل هذه الأطراف هي أطراف برغماتية بغض النظر عن عدميتها السياسية، لكن في الأخير أنا باعتقادي إنه قد نسمع عن شقاقات، قد نسمع عن استسلامات، قد نسمع، لكن في الأخير هم سيعودوا تموضعهم كما تموضعوا في الفترة السابقة في السبعينات. يعني هناك من يطرح أن هذا الأمر وارد، ويجب أن تقوم الجهات الداعمة للشرعية والشرعية بذاتها أن تقوم بحساب حسابه، لكن في نفس الوقت يجب أن يبقى بحسب رؤية الكثيرين أن يبقى هناك مكان لأن ينفذوا منه الإنقلابيين أو يهربوا على الأقل بماء الوجه بعد الخسائر التي يتكبدونها في الكثير من المناطق على الأرض. هي طبيعة الحروب بالأخير، أنت أمام يعني في حالة أنه أو بمعنى أصح وأدق أنه يعني هل تعتقد أنه لحد الآن أنه لازالت كل القيادات الكبيرة بما نهبته من أموال لازالت موجودة بصنعاء؟ على امتداد الفترة الماضية وفترة السفن الطائرات التي كانت تحط في مطار صنعاء طائرة الأمم المتحدة أو طائرة العمانية، طوال تلك الفترة تم تهريب كثير من القيادات السياسية لهذه الجماعة وكثير من الأموال تم تهريبها للخارج، وبالتالي لم يبقى في الداخل سوى المقاتلين الذين في لحظة ما قد يقررون إما الانتحار وإما الاستسلام. نعم، طيب إذن بهذا أعتقد لا زال هناك وقت لسؤال أخير. أستاذ نبيل، الآن وفق هذه المعطيات الموجودة من حيث يعني كشف جميع الأوراق بالنسبة للإنقلابيين أو ربما بقاء البعض أو القليل منها، هناك أيضا بالنسبة لجهة الشرعية نوع من يعني الاستقواء بالأرض وكذلك تمدد بشكل أو بآخر، هناك مساعي المبعوث الأممي له شخصيا، تقول أستاذة لطيفة أنه يقوم بوظيفته، لكن هل من مجال لتنفذ الشرعية لتستفيد من وظيفة المبعوث الأممي في تحقيق مكاسب معينة؟ لا شك أنه المراوحة السياسية أو الجدلية السياسية الدائرة هي أيضا بقدر ما هي يعني تعطي مساحة للمناورة السياسية للإنقلابيين، هي أيضا تعطي نفس القدر من المساحة للمناورة السياسية بالنسبة للشرعية. يعني بالأخير أنت أمام معركة طالت كثيرا، وبالتالي طولان هذه المعركة أو أمدها يتطلب نوع من المناورات السياسية في إطار التحولات الخطيرة الموجودة الآن في على المستوى الدولي، ربما ابتكار الأدوات. وبالتالي أيضا إنه يعني أنت حينما تكون صاحب يعني الحق ولديك القوة وأنت قوي على الأرض لا داعي للتخوف في أن تنخرط في مسار سياسي على الإطلاق، بقدر هو هذا المسار السياسي يعزز قوتك أكثر أيضا، لأنه أنت أمام المجتمع الدولي، أنت صاحب الحق وصاحب الشرعية المعترف بها، وبالتالي لن ينقص شيئا في حالة جلوسك إلى طاولة المفاوضات بقدر ما يعزز فرص نجاحك ويعزز أمام يعني حضورك أمام المجتمع الدولي كطرف شرعي يؤمن بالأعراف والقوانين الناظمة للدبلوماسية الدولية. إذن أشكرك المحلل السياسي أستاذ نبيل البوكيري، كنت معنا في حلقة اليوم، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميل منصور النقاش منتج الحلقة والبرنامج. إلى اللقاء.